بسم الله الرحمن الرحيم. أمام التطورات والتحولات في المنطقة، ربما يجري الحدث واللغط الكبير حول مصير البحرين في أي تسوية ربما تكون ضمن هذه التحولات. وبالتالي في ظل هذا الكلام وفي ظل هذا الجدل، نتصور أنه من المفترض أن تكون عدة أمور واضحة، عدة أمور يجب نحن أن نوضحها، يجب على الخط الثوري والخط الممانع أن يبرزها بشكل كبير وواضح، وكذلك يجب أن يفهمها أصدقاء الثورة والمتعاطفين معها من منظمات، من جهات، من شخصيات، من علماء، من مفكرين، من بارزين، من نشطاء. أولى هذه الأمور التي من المفترض أن تكون واضحة إلى الجميع هو أن شعب البحرين لا يحتج ولا يعترض. نحن لسنا في مرحلة احتجاج أو في مرحلة معارضة، إنما شعب البحرين يثور وهو غاضب. والفرق بين الاحتجاج أن شعب البحرين لا يحتج على ملف جزئي في القضاء، ولا يحتج على ملف يعنى بإصلاح وضع معيشي أو تطوير وضع في مجلس نيابي أو في مؤسسة أو في وزارة معينة، وإنما شعب البحرين غاضب يثور لأن الخليفيين لم يبقوا أي شيء إلا وعاثوا فيه خرابا ودمارا وإرهابا. البحرانيون غاضبون ويثورون لأن مساجدهم، عشرات المساجد، سويت بالتراب. البحرانيون غاضبون لأن حرائرهم تقبعن في داخل الزنازين والمعتقلات. هم غاضبون لأن معتقدهم يحارب، وعلماءهم يعذبون، وشبابهم يقتلون. والبحرانيون يستنشقون غازات الموت لأنهم يواجهون مشروعا تدميريا عنصريا استئصاليا يقوم به النظام الخليفي. وبالتالي لا يجب أن يتم التعامل مع المشهد في البحرين على أن هناك احتجاج، ويجب أن نجد حلا إلى هذه الاحتجاجات، ويجب أن نحلحل الملفات العالقة. لا توجد ملفات عالقة، قضية واحدة تعنى بالوجود وتعنى بالمصير وتعنى بالتاريخ وتعنى بالهوية وتعنى بالتراث وتعنى بالدين. هذا هو حقيقة الصراع وهذه هي حقيقة المشهد. هنا لا بد أن يلتفت الجميع، ولا بد أن نوصل هذه الرسالة واضحة جدا. الأمر الثاني أن شعب البحرين لم يحتج منذ 3 سنوات، أو لم يثر منذ 3 سنوات، وإنما لديه تاريخ عريض وطويل جدا من الحراك ومن النضال ضد هذه الطغمة الحاكمة، الطغمة الخليفية، يمتد أكثر من 90 عاما. وبالتالي ليس من الصحيح وليس من العدل أن تقارن القضية والثورة في البحرين كما يحصل في بعض الدول المجاورة أو المتباعدة. الأمر الثالث أنه من الخطأ الكبير جدا، بل ربما يكون من الظلم والإجحاف، الترويج إلى الاستفتاء كما يعني يروجه البعض، لأن الاستفتاء يروج بطريقة أنه هل يريد شعب البحرين أن تكون له حكومة منتخبة مع وجود آل خليفة، أو تكون له حكومة معينة مع وجود آل خليفة. وفي كلا الخيارين يتم الترويج إلى أن آل خليفة هم قدر منزل وقضاء على شعب البحرين، وهذا فيه ظلم، وهذا ليس من العدل، وهذه ليست هي الحقيقة. شعب البحرين أعلن الطلاق مع النظام الخليفي ولا يستطيع الالتقاء معه والتعايش معه، لأن النظام الخليفي، البقاء مع النظام الخليفي يعني عدم احترام الشعائر، ويعني عدم الأمن وصون الأعراض، ويعني أنه يبقى الفساد مستشر ومتفش في هذا البلد. وشعب البحرين، الصورة الواضحة في شعب البحرين أن حالة الصمود الأسطوري تتمثل وتتجلى في المشهد الثوري وليس في الحراك السياسي. تتجلى حالة الصمود حينما تواجه البحرانيون غازات الموت وهم يهتفون يسقط الدكتاتور والجزار والقاتل حمد، حينما يزف الشهداء أول ما يخرج نعش الشهيد تهتف الجماهير يسقط القاتل والجزار والسفاح حمد،
حينما يعذب الشباب وحينما يتحدث عوائل الشهداء يقولون هذا الدكتاتور هو المسؤول عن هذه الجرائم وهو المسؤول عن هذه القتل. هنا تتجلى حالة الصمود، وهنا يبرز الشعار، وهنا يبرز المطلب، وهنا تتجلى الحقيقة. فبالتالي ليس من الصحيح أن يتم القفز على هذا المطلب وعلى هذا الشعار وعلى هذا الحراك وعلى هذا النبض وعلى هذا الصمود وعلى هذا الثبات، بأن يتم الترويج إلى أن شعب البحرين يريد تثبيت النظام الخليفي ويريد أن يتعايش مع الخليفيين، وهو يريد فقط أو يتمنى فقط إجراءات شكلية أو تغييرات في بعض الملفات وفي بعض الأمور. هذا لن يقبله شعب البحرين، هذا الأمر لن ينطلي على الحراك الثوري، هذا الأمر لن يقبله قادة الثورة القابعون داخل السجون، هذا الأمر لا يتناسب مع حجم التضحيات الجسيمة والأثمان الباهظة التي قدمها شعب البحرين، هذا لا يتناسب مع مستوى الإيماني الذي هو في جوفي وفي قلبي وفي عقلي وفي وجداني كل البحرانيين الذين يؤمنون أن يوم الظفر ويوم الانتصار ويوم الغلبة ويوم الفرج ويوم الفرج قادم لا محالة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وشعب البحرين آمن برسالة السماء ودخل في خط المقاومة والدفاع عن حرم وبيوت الله، وشعب البحرين مؤمن أنه على طريق الانتصار، ولم يشعر بالتعب ولم يشعر بالضعف ولم يشعر بالهوان، وقد صبر وصمد وثبت في انتفاضة التسعينات أكثر من 5 أعوام، فما بالنا في ثورة احتلت فيها البحرين وارتكب فيها النظام الخليفي أبشع الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية، وما تراجع وما استسلم وما ضعف وما وهن، وإنما هو ثابت وأقدامه راسخة في الأرض كالجبال الرواسي. هذا هو شعار البحرانيين يدوي في كل مكان، وهذا هو خيار البحرانيين الذي لا يقبل أي تفاوض وأي تراجع وأي تغيير وأي تحوير وأي تحريف. آل خليفة ما تحكمنا، ما نقبل بهم قررنا، آل خليفة ما تحكمنا، هذا شعار البحرانيين، وهذا الذي قدموا لأجله دماءهم، وهذا الذي سيواصلون فيه لآخر المطاف حتى يتحقق ويكون حقيقة. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.